انتم بالذات من النجوم يعني اللي كانت بداياتكم في عمر صغير، صغير وايد يعني، يعني يمكن في بعض الفنانين يبدون في عمر معقول، انت وتبارك الرحمن كنتوا صغار ومريتوا في ظروف يعني احنا الحين واحنا كبار نحس انه تعب وهلاك وسهر وهذا، انتوا هالشيء هذا كان يعني على اي يعني من البدايه. كلموني عن البدايه هذه، شنو واجهتوا فيها؟ شنو يعني شو اللي مر عليكم مثلا من اشياء ما تنسونها؟ ومنو كان السبب في هالبدايه هذه؟ كلمنا حاجه غلط. لا قول قول. لا والله يعني الامانه هو شوف شيء يقول لك شيء الحمد لله كله خير اكيد طبعا. وانا اشوف يعني محظوظ ان انا بعمر صغير احتكيت مع فنانين كبار، مرينا بامتحانات فاينل، مرينا بشغلات، لكن الاصرار على الحلم والهدف ان انت من وانت صغير تحاول كثر ما تقدر تشتغل على نفسك وتقاتل، وكان هذا تركيزنا. يعني انا اذكر كان اللي بعمري بالصيف يروحون يلعبون يسافرون كذا، احنا لا تلقى عروض وكذا، وحتى بالبدايات الاجر او المبلغ المردود المادي ماكو شيء، ماكو شيء، لكن ما كنت اهتم اصلا حق الفلوس كثر ما انت كان يعني كانت طلعتنا هذه. زين انا عندي سؤال بدران، انتوا الحين يعني عاده في هالعمر يكون عندكم احلام، مو هالعمر اللي احنا فيه، انا اتحكى من بدايتكم في احلام، شنو كانت احلامكم مثلا؟ كلنا انا واحد من الناس كان حلمي اصير طيار مثلا، انا عندي يعني هوس ان انا يعني اسوق طياره اكون كابتن طياره واطير بالجو. شنو الاحلام اللي اصلا كانت شيء وصارت شيء ثاني؟ يعني انت يعني كنت تحلم شيء ورحت في مجال ثاني. انا كان حلمي يعني من البدايه ان انا اكون مغني. هذا من وانا صغير انا احب اغني واشوف نفسي يعني انا حتى في اول البوم لي في زمن السوشيال ميديا ما حد يشتري سي دي، بس لان انا كان حلمي اشوف صورتي على سي دي فسويت سيديات. فهذا كان حلمي من وانا صغير. خلاص يعني مرسوم. مرسوم. انا كنت يعني مركز على هالشيء والحمد لله يعني ووصلت يا الحمد لله يا بدران وصلت، تستاهل.